بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلبة وطالبات التعليم الصناعي الصف الثاني تخصص النسيج، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات تخصص النسيج. كل سنة وحضراتكم طيبين بنهاية الترم الأول من العام الدراسي. كنا شرحنا في الفترات السابقة في حلقات متعددة لتخصص النسيج بعض مواد التخصص المختلفة والمتعددة، والحمد لله الامتحانات جت على المستوى وجت على شغل الحلقات اللي احنا اتكلمنا مع حضراتكم فيها. نتمنى يا رب دايما التفوق والتقدم لابنائنا الطلبة والطالبات. ان شاء الله النهاردة موضوع حلقتنا عن مادة التخطيط للصف الثاني تخصص نسيج، هنتكلم فيها عن التزديه بالقضبان واهمية التزديه بالقضبان. احنا طبعا عارفين ان مواد التخصص كلها مترابطة كلها مع بعضها البعض، كلها بتكمل بعضها البعض. يعني طلبة الصف الثاني دلوقتي لما نتكلم عن التزديه بالقضبان احنا عندنا خلفية، لان احنا خدناها في معدات وآلات الصف الاول، وكنا بنتكلم عن التزديه وبنقول الغرض منها واهميتها. التزديه هي اول عملية تعتبر من العمليات التحضيرية لتخصص النسيج، وازاي اطلع قماش بمواصفات معينة سواء كانت اقمشة سادة او اقمشة مقلمة. لما نيجي نقول التزديه، نرجع بس كده بالذاكرة للتر الاول للصف الاول سنة اولى، نقول ان التزدية الغرض منها هو رص الخيوط بجوار بعضها البعض، وده بيكون حسب الطول المطلوب اللي انا بحدده مع القماش، او حسب التركيب النسجي، وحسب التقليمة اذا كان عندي تقليمة مختلفة، هل هي تقليمة سادة ولا مقلمة، وفي نفس الوقت محتاج عدد فدل محدد، يعني اي قماشة بيكون لها عرض معلوم وكذلك طول معلوم، فبذلك الفتل بتختلف من سداء الى اخر حسب المواصفة المطلوبة. يبقى الغرض من التزديه بصفة عامة هو رص الخيوط بجوار بعضها البعض حسب الطول والتركيب النسجي. موضوع حلقتنا النهاردة مش بنتكلم عن الالات والمعدات، ولكن بنقول كيف يتم تسديد خيوط السداء على الدوارة. واحنا عندنا نوعين من انواع التزديه، سواء كانت تزديه بالقضبان اللي هيكون موضوع حلقتنا النهاردة ان شاء الله، او التزديه بالاسطوانات. مهم جدا ابناء الطلبه والطالبات نحاول نجيب ورقه وقلم عشان نكتب المساله مع بعض. بنحاول على قد ما نقدر ان نوصل القانون بشكل مثالي سهل بسيط تقدر بيه انك انت تفهم القانون، او حضرتك تفهمي القانون وتطبقي عليه وتشتغلي بيه. لو كتبنا قانون وحفظناه بس، يعني لو كان القانون مكتوب وانا بطبق عليه، كل قانون زي ما هنتناول مع بعض ان شاء الله في حلقه اليوم بيطلع منه حوالي 3. يبقى انا لو عندي مساله فيها 5 6 خطوات 10 خطوات هضربها في 3، اقول 3 في 10 ب 30 او 3 في 5 ب 15، محتاج عدد كبير جدا من القوانين. لا، انا محتاج افهم بس قانون واحد بس، والقانون الواحد اللي انا افهمه ده اقدر اطبق عليه خطوه واثنين وثلاثه، او استنتج منه قانون او اثنين او ثلاثه. يبقى احنا كده في بدايه حلقتنا ان شاء الله هنحاول نقول اكتر من تمرين، بس مهم جدا تشتغلوا معانا ويبقى معانا الورقه والقلم. مكتوب اول مثال امام حضراتكم على الشاشه، يراد تسديه سداء بالتسديه بالقضبان، بنسميها التسديه الغير مباشره، وهنقول ليه دلوقتي حالا. بنقول عرض السداء 90 سنتي، ويعد هذا السداء 20 فتله في السنتي، سعه حامل البقر 180 بقره، طول السداء 16 متر، ومحيط الدواره 2 متر، وعدد ابواب السنتي 10 باب. المثال زي ما موجود امام حضراتكم كده على الشاشه. احنا عاوزين الاول لما نيجي نحل المثال محتاج ان انا يعني يكون عندي جزء من تركيز، يعني مش اقرا المثال وبس، لا، انا كل كلمه في المثال هاخد بالي منها واعرف هي بتاعت ايه. يراد تسديد سداء بالتسديه بالقضبان، يبقى انا ده نوع من انواع التسديه بالقضبان. ممكن يقول لي في صيغه ثانيه اللي هو التسديه الغير مباشره. ليه سموها ابناء الطالبات التسديه الغير مباشره؟ لان التسديه احنا عندنا اتفقنا عندنا نوعين، تسديه بالقضبان وتسديه بالاسطوانات. التسديه بالقضبان انا بسدي الاول الخيط بتاعي السده بتاعي بالعدد المطلوب والطول المطلوب على الدواره، وبعد ما بعمله على الدواره بالعدد اللي انا عايزه بعد اللفات اللي هنتناقش فيها دلوقتي مع بعض، بعد اللفات اللي احنا عايزينها، وانتهي تماما من عدد خيوط السداء، ابتدي انقله على مطوه السداء عن طريق جهاز لف. فانا كده ما سددتش تسديه مباشره، ما جيتش على مطوه السداء مباشره ورحت مسد الخيوط، لا، ده انا سديت الاول على الدواره وبعد كده نقلته من على الدواره الى مطوات السداء عن طريق جهاز اللف،
ولذلك يطلق عليها تسدية غير مباشرة. يبقى معنى كده ان انا عندي حاجة اسمها تسدية مباشرة، واللي هيكون موضوعنا ان شاء الله بعد كده في الحلقات القادمة ان شاء الله، ان انا بسد الخيط بتاعي مباشرة على مطواط السداء، فبيسموها التسدية المباشرة او التسدية بالاسطوانات. يبقى انا عندي في السؤال الاول اللي اعرفه وافهمه ويكون واضح في ذهني تماما ان التسدية نوعين، تسدية مباشرة وتسدية غير مباشرة. التسدية الغير مباشرة هي التسدية بالقضبان، نظرا لان بيتم تسدية خيوط السداء على الدوارة ثم يتم نقلها بعد ذلك الى مطواط السداء عن طريق جهاز اللف. اما التسدية المباشرة وهي التسدية بالاسطوانات، بيتم التسدية مباشرة على مطواط السداء، يبقى انا كده عندي نوعين من انواع التسدية. نرجع للمثال بتاعنا تاني، نقول عرض السداء الموجود امام حضراتكم 90 سنتي، يبقى السداء اللي انا عاوز اسديه يبقى عرضه 90 سنتي. كل سنتي واحد من هذا العرض بيعد 20 فتلة في السنتي. ممكن يقول لي عدد فتل 1 سنتي يعد 20 فتلة في السنتي. سعة حامل البقر 180 بقر، الحامل بتاعي اللي انا هحمل عليه الاسطوانات سعته عندي يشيل 180 بقرة، وطول السداء اللي انا عايزه على الدوارة 16 متر، والمحيط للدوارة 2 متر، يعني اللفة الكاملة للدوارة عندي 2 متر، وعدد ابواب السنتي 10 باب. يبقى احنا كده كتبنا البيانات عندنا وكتبنا كل المعطيات الموجودة، نشوف المطلوب الموجود عندي ايه. اول مطلوب عندي بنقول اول حاجة مطلوب عدد فتل السداء. عدد فتل السداء احنا عندنا عرض السداء 90 سنتي، كل سنتي واحد يقع فيه 20 فتلة، يبقى عدد فتل السداء ضربت عدد فتل الواحد سنتي في عرض السداء اللي هو 90 سنتي اداني 1800 فتلة. طيب لو انا حبيت اتكلم عن القانون ده بشكل منفرد خاص بي، لو مطلوب عندي عدد فتل السداء، لو مطلوب عندي عدد فتل السداء، هقول قانونه بيساوي عدد فتل الواحد سنتي، عدد فتل الواحد سنتي في عرض السداء. القانون ده كقانون انا حليت بيه حالا كده اللي هو فتل السداء. طيب ممكن يطلب مني عرض السداء، ده ممكن يكون مطلوب. ممكن يطلب مني عدد فتل الواحد سنتي، مطلوب تاني. المطلوب التالت هو اللي معانا في المسألة دلوقتي اللي هو عدد فتل السداء. مطلوب اعزائي الطلبة والطالبات ان انا افهم ده، لو انا عندي فتل السداء بضرب فتل الواحد سنتي في عرض السداء، فتل الواحد سنتي في عرض السداء فيديني فتل السداء. طب لو انا عندي فتل السداء وعندي فتل الواحد سنتي وعايز اعرف عرض السداء، يبقى هقول فتل الواحد سنتي بقسمها على عدد فتل السداء بقسمها على عدد فتل الواحد سنتي تديني العرض. طب ولو قسمت فتل السداء على العرض يدينا فتل السنتي. يعني القانون اللي أمام حضراتكم ده يطلع منه ثلاث قوانين، فمحتاج إن أنا أفهمه عشان أعبر عنه. لو أنا قلت إن أنا مطلوب عندي عدد فتل الواحد سنتي، بالتالي الموجود عندي عدد فتل السداء أقسمها على عرض السداء تساوي فتل الواحد سنتي. يبقى ده الجزء الثاني اللي انا استنتجته من نفس القانون. طيب لو انا عايز عرض السداء اقسم مين؟ برضك عدد فتل السداء اقسمها على عدد فتل الواحد سنتي. يبقى اعزائي الطلبة والطالبات مهم جدا ان انا افهم ان القانون الواحد يتم منه استنتاج ثلاث قوانين، فبالتالي محتاج ان انا افهمه عشان لما اجي اطبق عليه في التمرين بتاعي ممكن اكون فهمت قانون واحد استنتجت منه قانونين، اصبح لكل خطوة فيها استنتاج ثلاث قوانين، فبالتالي مهم جدا ان انا افهم الخطوة بتاعتي هحلها ازاي. طب هل انا مطلوب مني نحفظ القوانين؟ مش مطلوب حفظ القانون ولا مطلوب ان انا اكتب القانون اكتر من ان انا اقول المطلوب او احقق المطلوب عندي. الفتلة الموجودة امام حضراتكم اللي هو كعدد فتل السداء، ضربنا الفتل الواحد سنتي، لما ضربنا فتل الواحد سنتي في عرض السداء اداني 1800 فتلة، يبقى معنى كده انا ضربت عدد فتل واحد سنتي في عرض السداء.
المطلوب الثاني وهو عدد القضبان. ماذا تعني عدد القضبان؟ أو ما هي عدد القضبان؟ وليه سموها تزيئة بالقضبان؟ وليه إيه أنا بعرف عدد القضبان بتاعتي؟ لو أنا عندي فتل السداء بتاعتي 1800 فتلة زي ما موجودة أمام حضراتكم كده، أنا سعة الحمل البقر ما بتشيلش إلا كام؟ 1800 فتلة همت، ما بتشيلش سعة حمل البقر إلا 180 بقرة بس. فبالتالي أنا قسمت فتل السداء على سعة حامل البقر هيديني عدد القضبان الموجود عندي 10 قضبان. طيب عاوزين نفسر مع بعض عشان برضك نبقى فاهمين يعني ايه عدد قضبان وليه سموه القضيب باسم القضيب، وعشان ابقى انا كل خطوه بحلها امام حضراتكم يبقى خطوه مفهومه مش محفوظه، لان احنا عاوزين طالب دائما فكره وفهمه هو اللي يبقى عالي اكتر من هو يكون عنده موضوع من موضوعات الحفظ وان هو يلقن. ولذلك ده بان في امتحان نصف العام ان اكثر الاسئله او معظم الاسئله او 90% منها كان أسئلة موضوعية، منها اختيار متعدد ومنها صح وغلط ومنها أكمل، فبالتالي لازم أكون فاهم. حتة الفهم هي اللي بتنمي القدرة للطلبة أو قدرة لأبنائنا الطلبة والطلبات إن هم إزاي يقروا المسألة أو يقروا المطلوب ويحققوه بفكرهم. كلمة الفكر دي مجرد إن أنا أفكر مش مجرد إن أنا أحفظ. طب لما أكون عندي مثال على سبيل القضبان، أنا عندي وليكن مناسبة سعيدة وعندنا 100 واحد معزومين وعندنا سفرة موجودة والسفرة لا تساع إنها تاخد 100، من الطبيعي إن أنا هعمل سفرة تاخد عدد معين وليكن مثلا 10 أو مثلا 20، هدخل 20 واحد وبعدين يخرجوا و20 واحد سفرة تانية ثم سفرة تالتة ثم سفرة رابعة لغاية ما 100 يتم غدائهم أو يتم تقديم سفرتهم أو طعامهم. طيب انا اكلت 100 نعم، بس ما اكلتهمش على مرحله واحده لاني ما عنديش المكان اللي يساعده. هو ده الموجود في التزيئه بالقضبان، ان انا محتاج 1800 فتله، ما عنديش حامل بقر يشيل 1800 بقره كلهم كاملين، فبالتالي حامل البقر عندي يساع او يشيل او ياخد او يستوعب 180 بقره فقط. طب لما يستوعب 180 بقره فمحتاج ان انا احط كمان 180 وكمان 180 وكمان 180 لغايه ما اخلص 1800. طب انا هعمل كده كم قضيب؟ هعمل 10 قضبان، فانا قسمت بالتالي عدد فتل السداء على سعه حامل البقر اداني 10 قضبان. ال 10 قضبان دول لو انا ضربتهم في سعه حامل البقر زي ما موجوده امام حضراتكم كده، لو انا ضربت ال 10 في سعة حامل البقر ال 180، ال 10 في ال 180 يديني 1800 فتلة اللي هو السدة بتاعي كله، فبالتالي عدد القضبان بقسم تاني عدد خيوط السداء على سعة حامل البقر اداني عندي 10 قضبان. ال 10 قضبان دول سموها قضيب لأنه بتبقى الخيوط بجوار بعضها البعض موجودة بشكل متوازي داخلة في مشط العربة ماشية بشكل مستقيم تماما تشبه قضيب القطن، ولذلك يطلق عليه باسم القضيب. يبقى أنا محتاج 10 قضبان عشان أطلع الـ 1800 فتلة. الخطوة اللي بعديها المطلوب عدد الدورات. طب عدد الدورات أنا طول السدة الموجود عندي هو 16 متر، 16 متر مطلوبين مني، يعني السدة بتاعي لما احطه على الدوارة واجي اقيس طوله المفروض يكون 16 متر. طب محيط الدوارة عندي ما بياخدش الا 2 متر بس، المحيط اللفة الكاملة للدوارة ياخد 2 متر، ادام هياخد 2 متر بالتالي انا محتاج الف 8 لفات، كل لفة ب 2 متر يبقى بالتالي انا محتاج 8 لفات، الثمان لفات كل لفه باتنين يبقى انا عندي طول السداء 16 متر، فبالتالي حققت الطول المطلوب. يبقى الخطوه الثالثه وهي عدد الدورات قسمت طول السداء بالمتر على محيط الدواره بالمتر فيديني عدد الدورات او عدد اللفات 8 لفه او 8 دوره. المطلوب رقم 4 التطريح. نرجع كده بالذاكره ايضا للصف الأول، وإحنا متفقين تماما إن المواد بتاعت التخصص كلها تكمل بعضها البعض من الصف الأول إلى الصف الثالث. التطريح معناه إدخال
خيوط السداء في أبواب المشط. إدخال خيوط السداء في أبواب المشط، يعني نصيب السنتي الواحد بعرفه من خلال فتل السنتي وأبواب السنتي، فأعرف كل باب فيه كام فتلة. فبالتالي عشان أطلع التطريح بقول تعريفه الأول، أن التطريح معناه هو إدخال خيوط السداء في أبواب المشط. طب أنا عاوز أعرف المشط بتاعي كل باب هيخش فيه كام فتلة، فبالتالي أنا عندي الموجود في الفتل هي عدد فتل السنتي كام فتلة، زي ما موجود أمام حضراتكم 20 فتلة في السنتي. طب عادي الأبواب بتاعتي الموجودة كام باب؟ 10 أبواب. طب لما يكون أنا عندي 20 فتلة وعندي 10 أبواب موجودين في السنتي الواحد، يبقى نصيب السنتي الواحد، نصيب الباب الواحد فيه كام فتلة؟ 2 فتلة في الباب. وفي الحالة دي أعزائي الطلبة والطالبات لازم برضك نفكر ونعرف إن أنا لو عندي 10 باب اللي هي أبواب السنتي وكل باب فيه 2 فتلة، يبقى لو ضربت العشر أبواب في التطريح اللي هو 2 هيديني عدد فتل الواحد سنتي. طب لو عاوز أبواب السنتي، لو مطلوب مني أبواب السنتي العشر دي هي المطلوبة، فبالتالي هقسم فتل السنتي لـ20 على التطريح يديني أبواب. يبقى الخطوة الواحدة زي ما اتفقت مع حضراتكم اني ممكن من القانون الواحد بستنتج منه 3 قوانين، فبالتالي محتاج ان انا افهمه عشان اعرف اطبق واستنتج منه. طب تاني فتل السنتي، احنا اتفقنا عندنا كم فتلة؟ 20 فتلة في السنتي. عادي الابواب كم باب؟ 10 باب. طيب لما يكون عندي 20 فتلة وهدخلهم في 10 تبواب، يبقى الباب الواحد يخش فيه كم فتلة؟ 2. يبقى ده التطريح بتاعي 2 فتلة في الباب. المطلوب رقم 5 عرض القضيب. القضيب الواحد اللي هو سعة حامل البقر. القضيب الواحد سعة حامل البقر. طب أنا عندي سعة حامل البقر كام؟ 180. لتحديد أي عرض أبنائي وأعزائي الطلبة والطالبات، لتحديد أي عرض نقسم على عدد فتل 1 سنتي، أكن 1 سنتي ده هو كفة الميزان اللي أنا ممكن أوزن عليها أي سلعة. حطيت كيلو في كفة وهوزن أي سلعة في كفة تانية، فهقول كيلو كذا كيلو كذا كيلو كذا، السلعة بتاعتي اللي أنا بوزنها الكفة المقابلة ليها أنا عندي كيلو ثابت. فأنا عندي عشان أحدد أي عرض، لتحديد أي عرض، أنا طبعا بنقرر ده لأن عندي مسائل التجزئة المؤلمة أنا إن شاء الله هناخدها مع بعض النهاردة، محتاجة 5 أو 6 خطوات على إن أنا أفهم النقطة دي بس، وهي عشان أحدد أي عرض. حضرتك عاوز عرض الصمت، عرض التكرار، اقسم فتل تكرار. حضرتك عاوز عرض ألم، اقسم فتل الألم. حضرتك عاوز عرض السداء، اقسم فتل السداء. على مين؟ على عدد فتل الواحد سنتي. يبقى لتحديد أي أي عرض نقسم على عدد فتل الواحد سنتي، فبالتالي عندنا 180 اللي هو سعة حامل البقر نقسمها على زي ما موجودة أمام حضراتكم كده، على سعة حامل على فتل السنتي اللي هي 20 فتلة في السنتي، يبقى 180 على 20 يبقى هيديني عرض القضيب الواحد وهو 9 سنتي. يبقى القضيب الواحد طلعناه تاني ازاي؟ قسمنا عدد البقر اللي هو سعة حامل البقر على فتل السنتي الواحد، يبقى عشان اقول اي عرض، لتحديد اي عرض اقسم على عدد فتل الواحد سنتي. عندي سعة حامل البقر 180 قسمتها على فتل السنتي اداني عرض القضيب 9 سنتي. لو انا عاوز اعرف ان الناتج بتاعي صح ولا غلط، ابص هنا في الخطوة رقم 2 اللي هي عدد القضبان. انا عندي كم قضيب؟ 10 قضبان. طب الـ10 قضبان دول سعة كل واحد احنا قلنا كم بقرة؟ 180. لو ضربت العشرة في 180 يديني 1800 فتلة، يبقى انا تمام، يبقى حل مظبوط. طب انا عندي 10 قضبان، كل قضيب واحد هيكون عرضه 9 سنتي. لو ضربت العشرة في 9 هيديني عرض السداء اللي هو 90 سنتي. عرض السداء اللي هو 90 سنتي. يبقى انا كده ممكن اقيم نفسي من خلال الحل. نقولها تاني مع بعض بسرعة كده. يبقى اول حاجة طلعنا عدد فتل السداء، ضربنا فتل السنتي الواحد في
في عرض السداء اداني عدد خيوط السداء كلها 1800 فتلة. محتاج تاني افهم دي، لو انا عندي 1800 فتلة وعاوز اعرف فتل السنتي هقسم ال 1800 زي ما كتبناها مع حضراتكم على عرض السداء يديني فتل السنتي. طب لو انا عايز عرض السداء اللي هو التسعين، عرض السداء احنا اتفقنا اي عرض بنقسم على عدد فتل الواحد سنتي، فبالتالي لو قسمت ال 1800 فتلة على ال 20 فتلة في السنتي اللي هي فتل السنتي الواحد هيديني عرض السداء وهو 90 سنتي. الخطوة الثانية عدد القضبان، قسمنا عدد خيوط السداء او عدد فتل السداء على سعة حامل البقر اداني 10 قضبان، يبقى انا محتاج عشان اسد ال 1800 بقرة او 1800 فتلة محتاج 10 قضبان، لان سعة حامل البقر ما بيشيلش الا 180 بقرة فقط. عدد الدورات، طول السداء 16 متر، محيط الدوارة 2 متر، والرقمين دول موجودين في المسألة، هما الرقمين الوحيدين بالطول بالمتر. الطول الكل 16 متر، محيط الدوارة 2 متر، يبقى انا عشان احقق ال 16 متر محتاج الف الدوارة 8 لفات او 8 دورات يدينا الطول السداء بتاعي. التطريح زي ما اتفقنا عليه وهو عدد فتل الواحد سنتي، قسمناها على عدد الابواب اداني عدد فتل الباب الواحد او نصيب الباب الواحد اللي هو 2 فتلة في الباب. اخر مطلوب عندي في المسألة وهو عرض القضيب، ونأكد تاني ونقول لتحديد اي عرض نقسم على عدد فتل الواحد سنتي، خدت سعة حامل البقر لان هو ده القضيب قسمته على فتل السنتي اداني عرض القضيب الواحد 9 سنتي. المثال الثاني اعزائي الطلبة والطالبات، ونكتب مع بعض بالورقة والقلم، سداء عرضه 120 سنتي يراد تسديته بالتسدية الغير مباشرة. يعني هنا العبارة جابها لي ما قالش تسدية بالقضبان، اتفقنا ان التسدية بالقضبان هي التسدية الغير مباشرة. يعد هذا السداء 24 فتلة في السنتي الواحد وسعة حامل البقر 144 بقرة وطول السداء 20 متر زي ما اتفقنا في المثال اللي فات، ان عندنا الطول دايما بالمتر ومحيط الدوارة عندي 2.5 متر وعدد ابواب السنتي 12 باب. يبقى تاني كده انا هسد بالتسدية غير مباشرة، يبقى هي تسدية بالقضبان، مديني عرض، مديني فتل السنتي، مديني حامل البقر سعته كم بقرة، مديني طول السداء ومحيط الدوارة، وكذلك مديني عدد ابواب السنتي. نشوف كده المطلوب الاول مطلوب مننا ايه. اول حاجة هيقول مطلوب عدد خيوط السداء. عدد خيوط السداء زي ما اتفقنا مع بعض عندنا فتل السنتي 24، فتل السنتي 24 وعرض السداء 120 سنتي. لما اضرب فتل السنتي في عرض السداء اداني 2880 فتلة. خيوط السداء هي فتل السداء. عندنا عدد القضبان، وعدد القضبان خدت فتل السداء اللي انا طلعتها قسمتها على سعة حامل البقر اللي هو 144 بقرة اداني 20 قضيب. لو انا الكلام بتاعي مظبوط، لو ضربت ال 20 قضيب في سعة حامل البقر هيديني عدد خيوط السداء كلها اللي هي 2880 فتلة او خيط. عدد الدورات، طول السداء عندي 20 متر، محيط الدوارة 2.5 متر، يبقى انا محتاج 8 لفة او 8 دورة، محتاج 8 لفة او 8 دورة. طول السداء احنا اتفقنا مع بعض ان هو 20 متر زي ما كتبنا في المسألة، قسمنا على محيط الدوارة وهو سعته 2.5 متر، المحيط الكامل السعة الكاملة للدوارة اللفة الكاملة 2.5 متر. عشان اقول ال 2.5 متر يبقى انا محتاج 8 لفات. التطريح قسمنا عدد فتل الواحد سنتي على عدد الابواب، فبالتالي ادانا التطريح 2 فتلة في الباب الواحد. يبقى لتحديد عدد ابواب الفتل او عدد فتل الابواب الواحدة او كل باب فيه كم فتلة
بقسم عدد فتل الواحد سنتي، بقسمها على عادي الأبواب يدينا فتل السنتي 2 فتلة. لو عندي فتل السنتي مطلوبة مني ممكن أحددها بالطريقة دي أيضا، عندي كام باب؟ 12 باب، في كل باب فتلتين، يبقى عشان أطلع عدد فتل السنتي أضرب أبواب السنتي في التطريح، ودي مسألة دائما موجودة في مادة الرسم الفني، يدينا فتل السنتي اللي هو 24 فتلة. وبالتالي يبقى أنا القانون ده أستنتج منه 3 حاجات. لو عاوز الأبواب هقول عدد فتل 1 سنتي أقسمها على التطريح يديني الأبواب. يبقى في مضروب واحد بس ممكن أستخدمه في الخطوة دي، وهي التطريح في عادي الأبواب، أو عادي الأبواب في التطريح اللي هي عدد فتل القلم الواحد، فيدينا فتل السنتي 24 فتلة. أما لو طالب عندي أبواب بقسم على التطريح، ولو لا طالب تطريح بقسم على الأبواب، يبقى بالتالي خطوة التطريح يستنتج منها أو يحل منها 3 خطوات. لتحديد أي عرض زي ما اتفقنا مع حضراتكم في المثال السابق، لتحديد أي عرض عاوز عرض القديم، عاوز أحدد عرض القديم الواحد، لتحديد أي عرض نقسم على عدد فتل الواحد سنت. تعال نشوف فتل الواحد سنت كده مع بعض كده، هل لهم كم فتلة؟ 24 فتلة. أنا قسمت عليهم، قسمت عليهم اللي هم كام؟ 144. 144 دول بتوع إيه؟ اللي هم ساعة حامل البقر، لأن ساعة حامل البقر بيمثل قضيب، وأنا عندي 20 قضيب، القضيب الواحد في 144. طب أنا عاوز أعرف 144 يقعوا في كم سنتي؟ فبالتالي قسمت عدد البقر اللي هو ساعة حامل البقر لتحديد أي عرض قسمت على عدد فتل الواحد سنتي، فبالتالي طلع لي 6 سنتي القضيب الواحد. عاوزين نقول برضك احنا صح ولا غلط كخطوة، السنتي الواحد القضيب الواحد لما يكون فيه 6 سنتي وأنا عندي 20 قضيب، يبقى بالتالي 20 في 6 بالـ120 اللي هو عرض السداء، يبقى معنى كده ان الخطوة بتاعتي مظبوطة والحل بتاعي النواتج تمام وكده طبقتها على بعضها. مطلوب أعزائي الطلبة والطالبات أثناء الحل، محتاج ان انا افهم جدا، افهمها مش احفظها، افهمها عشان اطبق عليها، محتاج ان انا افهم القانون. يعني ايه في ايه يديني؟ احنا اتفقنا ان فتل الواحد السنتي، فتل واحد سنتي على سبيل المثال، لو انا قلت عندي مطلوب عدد فتل 1 سنتي، عندي الابواب 12 باب، التطريح 2 فتلة في الباب، يبقى فتل السنتي الواحد 24 فتلة في 1 سنتي. يبقى الخطوة دي المطلوب فيها عدد فتل الواحد سنتي، ضربت تاني الأبواب، ضربتها في التطريح، فاداني فتل السنتي 24. كانت المسألة الموجودة عندنا ان احنا عندنا فتل السنتي اللي هم 24 فتلة في السنتي موجودين عندي معلومين، وعندي الأبواب بتاعتي كانت 12، فبالتالي قسمت على 12، يبقى التطريح عندي 2 فتلة في الباب، يبقى نصيب الباب 2 فتلة، يبقى ده اسمه هنا كده ايه؟ تمام مظبوط، انا سامع اهو، التطريح. يبقى التطريح بالتالي قسمت عدد فتل الواحد سنتي، قسمتها على عادي الابواب، اديتني نصيب الباب الواحد. طب لو هو عاوز عدد ابواب، مطلوب عدد ابواب الواحد سنتي، السنتي الواحد انا عاوز اعرف فيه كام باب، هما كام فتلة في السنتي؟ 24، والتطريح بتاعي كام؟ 2، فبالتالي عندي كام؟ 12 باب في السنتي. بكده أعزائي الطلبة لما أبص على الـ3 قوانين الموجودين، أنا هو قانون واحد استنتجت منه أول، واستنتجت منه الثاني، واستنتجت منه الثالث، ما كتبتش قانون، ما قلتش أبواب في تطريح يديني فتل، لأن أنا عارف إن كل 12 باب، لما يكون عندي 12 باب كل باب واحد يخش فيه فتلتين، فبالتالي أنا محتاج 24 فتلة في السنتي، أو عدد فتل السنتي الواحد 24. لما يكون عندي الـ 24 معلومين موجودين أنا عارفهم اللي هو فتل السنتي الواحد، وعندي الأبواب 12، هم 12 باب بس، عاوز أقسم فتل السنتي دول على الـ 12 باب، يبقى كده أعرف إن الباب الواحد هيخش فيه فتلتين،
يبقى الفتلتين اللي في 12 باب ادوني 24 فتله، ال 24 فتله لما قسمتهم على 12 اداني 2 فتله في الباب. طب لما يكون عندي فتل السنتي معلومه وهي ال 24 وعندي كل باب واحد فيه فتلتين، يعني تطريحي فيه فتلتين، يبقى هقول 24 على الاثنين يديني 12 باب في السنتي الواحد، يبقى عدد ابواب السنتي ادتني 12 باب. فبالتالي اعزائي الطلبه والطالبات محتاج ان انا افهم الخطوه الاولى عشان اجيب منها الثانيه عشان اجيب منها الثالثه. حضرتك او حضرتك عاوزين تكتبوها في صوره قانون تمام، بس انت بكده بتشق على نفسك، يعني بتتقل على نفسك، بتصعب الدنيا على نفسك. طب ما هي خطوه واحده محتاج ان انا افهمها وبالتالي استنتج منها الثلاث خطوات الباقيين. فمطلوب مننا ان احنا فعلا نستوعب الامر على ان هو مستوى فهم من الدرجه الاولى مش مستوى حفظ، او ان احنا هنلقن المعلومه فبالتالي هحفظها عشان اطبق عليها. محتاج ان انا افهم الخطوه جدا، وبالتالي انا حاولت اوضح امام حضراتكم في التمرين اللي احنا كتبناه ده ان هي خطوه واحده بيطلع منها ثلاث خطوات او ثلاث قوانين. مش مطلوب مني اكتر من ان انا تاني باكد على ان انا افهم، لان التخطيط ماده من المواد الشيقه اللي بتشغل العقل وبتنمي قدرات الطالب وبتنمي قدرات فهمه واستنتاجه. معانا مثال امام حضراتكم، مطلوب تسديد سداء بواسطه التسديه بالقضبان. المثال الاولاني قال يراد تسديد سداء بالتسديه بالقضبان وبين قوسين كتاب للتسديه المباشره. في المثال الثاني قال لي يراد تسديد سداء بالتسديه الغير مباشره. في المثال الثالث قال لي التسديه بالقضبان يراد تسديد سداء بواسطه تسديه بالقضبان. احنا اتفقنا مع بعض ان التسديه بالقضبان اللي هي التسديه الغير مباشره، اتفقنا انها تسديه غير مباشره لان احنا بنسدي على مطوات السداء، ما بنسدش عليها مباشره، بنسد على الدواره ثم تنقل على مطوات السداء. يبقى انا حطيت الدوار الاول وبعدين نقلت على مطوات السداء، يبقى دي تسديه غير مباشره. يبقى المثال بتاعي لو جه راس السؤال عشان احله بكده قال لي تسديه بالقضبان يبقى قصده تسديه غير مباشره، قال لي تسديه بالاسطوانات يبقى التسديه مباشره، يبقى العباره قضبان يبقى غير مباشره، اسطوانات يبقى تسديه مباشره. نشوف المثال مع حضراتكم كده. مطلوب تسديد سداء بواسطه التسديه بالقضبان، عرض السداء 100 سنتي، عدد خيوط السداء 1200 فتله، عدد خيوط السداء 1200 فتله، سعه حامل البقر 120 بقره، طول السداء 18 متر، محيط الدواره 3 متر، عدد ابواب السنتي 6 باب. انا هخلي المثال امام حضراتكم ونحله وبعدين نجيب الحل على الشاشه امام حضراتكم، بس انا عاوز اخلي المثال مكتوب عشان نوضح ده بالحل، ان احنا لما نحل لازم اكون عارف ان انا بحل الخطوه الاولى ازاي. طب لما يكون مديني عدد فتل السداء، لما يكون موجود عندي فتل السداء وموجود عندي عرض السداء اللي هو ال 100 سنتي، يبقى المطلوب الاولاني محتاج يطلع عدد فتل الواحد سنتي. يبقى المطلوب الاولاني المحتاج اللي يطلع موجود عندي هو عدد فتل الواحد سنتي. حضرتك ما كتبتش المطلوب، ما انا بقول لحضراتكم المعطى، انا مجرد ان انا قرات المساله بقى مره واتنين عرفت البيانات الموجوده عندي ايه. انا عندي فتل السداء 1200 فتله، دي الخيوط كلها. عرض السداء 100 سنتي، لما يكون عندي السداء بتاعي كله 100 سنتي والخيوط كلها 1200 فتله، يبقى فتل السداء لما اقسمها على عرض السداء اعرف اطلع نصيب السنتي الواحد. يعني لو عرض السداء بتاعي كله كده 100 سنتي، متقسمين سنتي جنب سنتي جنب سنتي 100 سنتي، الخيوط بتاعتي كلها 1200 فتله. طب لما اقسمهم على ال 100 سنتي يبقى السنتي الواحد نصيبه كام؟ يبقى انا عندي 12 فتله تقع في السنتي الواحد. في المسائل السابقه كان عندي عاوز فتل السنتي او اللي عاوز عرض السداء ولا عايز فتل السداء كلها، اذا ضربت فتل السنتي في عرض السداء يديني ال 1200 فتله اللي هي عدد خيوط السداء كلها اللي كانت مطلوبه في الامثله السابقه. طب لو عندي فتل السداء 1200 فتله وعندي عرض السداء 100 سنتي، يبقى بالتالي انا عندي فتل السنتي الواحد
12 فتلة في السنتي. المطلوب اللي عندي اول مطلوب فتل الواحد سنتي، نشوف كده قسمنا مين؟ ال 1200 اللي هي عدد خيوط السداء قسمتها على عرض السداء اللي هو 100 سنتي، يديني فتل السنتي الواحد 12 فتلة في السنتي. طب المطلوب رقم 2، ما دام اداني سعة حامل البقر واداني عدد خيوط السداء، فبالتالي هقسم ال 1200 فتلة اللي هي فتل السداء كلها اللي هو عدد فتل السداء جميعه او عدد خيوط السداء، قسمتها على سعة حامل البقر اللي هو 120 بقرة، فبالتالي محتاج عدد القضبان 10 قضبان. اتفقنا لو هو عاوز عدد فتل السداء ممكن يديني عدد القضبان 10 والقضيب الواحد 120 بقرة، فبالتالي عاوز فتل السداء اقول له 10 قضبان، كل مرة بحط على حامل البقر 120، فبالتالي عدد خيوط السداء 1200 فتلة. طب انا مطلوب عندي هنا لا عدد القضبان، نقول تمام يبقى 1200 فتلة على سعة حامل البقر يديني عدد القضبان. طب لو طالب مني ابناء الطلبة والطالبات سعة حامل البقر هيديني خيوط السداء اللي هي 1200 فتلة ويقول لي عندك القضبان 10، حضرتك عندك 1200 فتلة، حضرتك معاكي 1200 فتلة وعملتيهم على 10 مرات، العشر مرات يبقى كل مرة او كل قضيب ساعته كام؟ 120 بقرة. يبقى لو طلب مني عدد البقر اللي هي سعة حامل البقر بقسم عدد فتل السداء على عدد القضبان يديني 120 بقرة اللي هو سعة حامل البقر. المطلوب رقم 3 هو عدد اللفات، وعدد اللفات هنا اللي هي اسمها عدد الدورات. يبقى عدد الدورات او عدد اللفات هي حاجة واحدة. نشوف الطول الموجود عندي 18 متر، الطول الكلي 18 متر، واللفة للدوارة الكاملة محيط اللفة الكاملة 3 متر، فبالتالي انا محتاج عندي 6 لفة او 6 دورة. يبقى قسمت طول السداء بالمتر، قسمت طول السداء بالمتر على محيط الدوارة بالمتر، اداني 6 لفة او اداني 6 دورة، يبقى انا محتاج اللفات 6 لفات عشان تحقق الطول المطلوب اللي هو 18 متر اللي هو الطول الكلي للسداء. مطلوب رقم 4 التطريح، خلاص خطوة بقت سهلة، عندنا الفتل 12 فتلة في السنتي مطلعينها فوق اهي، وعندنا عادي الابواب موجودة 6 باب في السنتي الواحد، فبالتالي التطريح عندي 2 فتلة في الباب. المطلوب رقم 5 والاخير وهو عرض القضيب، لتحديد اي عرض بنقسم على عدد فتل 1 سنتي، سعة حامل البقرة عندنا 120 بقرة، نشوف ال 120 بقرة، ادي ال 120 بقرة الموجودين عندي على عدد فتل الواحد سنتي. يبقى تاني كده الكلمة دي عشان هنحتاجها في المثال التالي، عرض القضيب لتحديد اي عرض، لتحديد اي عرض اقسم العرض اللي انا عايزه، حضرتك عايز عرض القضيب الواحد، نقسم حضرتك على فتل السنتي موجودة هي الميزان، هي الكفة اللي بقيس او بوزن بيها او عليها، او هي المتر اللي انا هقيس بيه. فلتحديد سعة حامل البقر اللي هو باخد عرض القضيب، اجيب سعة حامل البقر اقسمها على فتل الواحد سنتي يديني 10 سنتي، العشرة سنتي اللي هو عرض القضيب الواحد ان ضربتها في عدد القضبان يديني 100 سنتي اللي هو عرض السداء. بالتالي كده أعزائي الطلبة والطالبات بنكون حلينا مسائل متنوعة ومتعددة من التسدية بالقضبان، والشكل ده هي التسدية بالقضبان السادة. يعني ايه تسدية بالقضبان سادة؟ لو انا عاوز اعمل قماشة كلها لون واحد، كلها ما فيهاش اي اقلام، لون ابيض اخضر احمر اصفر برتقالي، كل السدة الخيوط بتاعتي واحدة، فبالتالي لما برص اي بقر على حامل البقر انا محتاج ان البقر بتاعي كله يكون لون واحد. البقر اللي بتخلص بجيب بقرة بدلها وبحطها، والبقر كله لا يختلف في اللون لانها تسدية سادة، ودي الاقمشة السادة.
أما إذا كان عندي أقمشة مقلمة يعني تزدية بالقضبان، بس تزدية مقلمة يعني هعمل لها عدد من الفتل، عدد من الألوان متعددة ومختلفة، فبالتالي هتشتغل بنفس الطريقة وهي تزدية غير مباشرة لأنها تزدية بالقضبان. بنكررها تاني، بنسد على الدوارة ثم يتم نقل خيوط السداء على مطوة السداء عن طريق جهاز اللف. طب التزدية بالقضبان اللي هي التزدية المقلمة خدنا في مادة الفحص والتحليل، واحنا برضك متفقين ان المواد التخصص كلها بتكمل بعضها البعض، لمعرفة الاقلام اذا كان هناك اقلام طولية بتدل على اتجاه السداء. الاقلام الطولية من السهل ومن البسيط ان انا اسدي بقر الوان، بدل ما احط مثلا 180 او 140 بقرة او 150 بقرة كلهم لون واحد، وانا بحط البقر بعلقه على حامل البقر على السيخ الموجود على حامل البقر او في المكان المخصص ليه على حامل البقر، محتاج بدل ما ارص 200 بقرة مثلا لونهم ابيض او احمر او اخضر، هرص 20 احمر 20 ابيض 20 ازرق 20 اسود، يبقى انا ممكن احط البقر بشكل انا عايزه. فمن السهل جدا وجود اقلام طولية عن طريق عملية التزدية، ولذلك من خطوات الفحص والتحليل لمعرفة اتجاه السدى واللحمة إذا كان هناك أقلام طولية بيدل على إنه هو اتجاه السداء، لأن الأقلام الطولية من السهل جدا الوصول إليها والحصول عليها من خلال التزدية، أسهل من أن أعملها عن طريق الأقلام العرضية. إن أنا ممكن أجيب مكوك وأغير كل شوية المكوك بتاعي أبيض أحمر أسود برتقال، أغير كل شوية، لا أنا ممكن أثبت اللون وأخلي المكوك بتاعي لون واحد وألعب أو أشتغل أو أحرك كل الألوان اللي أنا عايزها على الدوارة من خلال حامل البقر أو عاد البقر اللي أنا برصها على الدوارة بتاعتنا. فبالتالي المثال الموجود أمام حضراتكم هو تزدية سداء مقلم كالآتي، سداء مقلم كالآتي، مديني أبيض أسود برتقالي، مديني عدد ألوان، وزي ما موجود أمام حضراتكم بيجي لي المثال بهذا الشكل إن هو موجود عدد من البقر للون الأول واللون الثاني واللون التالي، مديني للبقر بتاعي أنا عاوز أعمل أقلام، الألم الأولاني أبيض، الثاني أسود، الثالث برتقالي، الألم الأولاني 12 فتلة، يجي بعديه 10 فتل لونهم اسود، ويجي 8 فتل لونهم برتقالي، 12 فتله لونهم ابيض، 2 فتله لونهم اسود، 4 فتله لونهم برتقالي. الجدول ده بيجي لي كمساله زي ما هو متسطر موجود، مجموع لون الابيض كله اجمالي، مجموع لون الاسود كله اجمالي، ومجموع لون البرتقالي اجمالي، يبقى مجموع لون الابيض 24 ومجموع اللون الاسود 12 ومجموع اللون البرتقالي 12، مجموع فتل التكرار كلها كاملة 48 فتلة، فتل التكرار متمثلة في 24 للابيض و12 للاسود و12 للبرتقالي. باقي المثال مطلوب المعطيات الموجودة عندي، قبل ما يطلب مني المطلوب بيقول لي عدد خيوط السداء 2400 فتلة، عرض السداء 100 سنتي، يبقى بالتالي ادام اداني فتل السداء خلاص هستنتج برضك انا كده وانا بقرأ المثال استنتج بدماغي ان انا عندي فتل السداء موجودة وعرض السداء موجود، فبالتالي اكيد هو عاوز عدد فتل 1 سنتي، مديني ساعة حامل البقر ومديني عدد خيوط السداء يبقى بالتالي عاوز عدد القضبان، مديني طول السداء ومديني محيط الدوارة يبقى بالتالي عاوز عدد الدورات او اللفات، مديني عدد ابواب يبقى اكيد عاوز التطريح. يبقى انا كده مجرد ان انا قرأت المثال قبل ما ابص على المطلوب استنتجت من المعطيات ايه الموجود، فبالتالي عرفت منه المطلوب. المطلوب رقم واحد وهو عدد فتل الواحد سنتي، عندنا خيوط السداء كلها 2400 فتلة، هنقسم على عرض السداء، يبقى عشان احدد عدد فتل الواحد سنتي قسمت عدد خيوط السداء على عرض السداء، فبالتالي عندي نصيب السنتي الواحد 24 فتلة. لو في المثال السابق وكان عندنا فتل السنتي وعندنا عرض السداء، هضرب عرض السداء
في فتل السنتي او فتل السنتي كعمليه بدليه كضرب 24 فتله في عرض السداء يديني عدد خطوط السداء كلها اللي هي فتل السداء كلها، لكن هنا المطلوب فتل السنتي، فبالتالي قسمت عدد فتل السداء على العرض فيديني نصيب السنتي الواحد، فبالتالي عندي 24 فتله في السنتي. المطلوب رقم 2 وهو عدد القضبان. عدد القضبان عشان نحدده تاني عندنا خيوط السداء كلها معلومة اللي هي 2400 فتلة فتل السداء كاملة، وعندنا سعة حامل البقر بيشيل 120 بقرة فقط، يعني كل البقر اللي ممكن يتحمله حامل البقر هو 120. طب مطلوب مني 2400 فتلة، فأنا قسمت عدد فتل السداء على سعة حامل البقر هيديني 20 قضيب، يبقى أنا محتاج أرص حامل البقر 20 مرة، كل مرة أحط 120، فبالتالي عدد القضبان 20 في سعة حامل البقر اللي هو 120 هيديني عدد خيوط السداء جميعه اللي هو 2400 فتلة. المطلوب رقم 3 عدد الدورات. عدد الدورات هقسم طول السداء اللي هو 25 متر على محيط الدوارة 4 متر، فبالتالي محتاج 5 لفة أو 5 دورة. المطلوب رقم 4 نفس المطلوب في المثال السابق وقبل السابق، خدنا عدد فتل السنتي قسمناها على عدد الأبواب، فبالتالي عندي التطريح 2 فتلة في الباب. المطلوب بعد كده عرض كل لون، ودي التسدية المقلمة لتحديد أي عرض زي ما اتفقنا في البداية بنقسم على عدد فتل 1 سنتي. عندي عرض الأبيض، عرض الأبيض كان فتله 24 فتلة وعدد فتل السنتي كانت 24، فأنا قسمت عدد فتل اللون الأبيض على عدد فتل الواحد سنتي هيديني 1 سنتي بس، يبقى القلم الأبيض نصيبه في القلم 24 فتلة. العرض اللون الثاني وهو عرض اللون الاسود، هناخد اللون الاسود هو كم؟ 12، وهنا هنستغرب شوية في الحل وهنقسم على 24. 24 اللي هي مين؟ عدد فتل الواحد سنتي. في كلمة فتل الواحد سنتي يبقى لتحديد اي عرض بس مع فتل السنتي، ما استغربش ان دي 12، فبالتالي الرقم ده يطلع صغير، لا هيديني القلم دوت عرضه في التكرار نص سنتي بس، يبقى انا بقسم على فتل السنتي ايا كان الرقم عندي صغير او كبير، لكن فتل السنتي هي الكفة الثابتة. عرض اللون البرتقالي هاخد فتل اللون البرتقالي هو 12 ايضا، قسمتهم على عدد فتل السنتي الواحد، فبالتالي عندي عرض القلم البرتقالي نص سنتي، يبقى عرض الابيض واحد وعرض الاسود نص وعرض البرتقالي نص سنتي، فبالتالي المطلوب عندي عرض التكرار. ادم عندي عرض التكرار عندي حلين، الحل الاولاني اجيب فتل التكرار كلها اللي هم 48 اللي هو مجموع القلم الاول والثاني والثالث واقسمهم على فتل السنتي ايضا لتحديد اي عرض يديني عرض التكرار 2 سنتي. عندي حل تاني، طب عرض الاول واحد عرض الثاني نص عرض الثالث نص، يبقى بالتالي هقول عرض التكرار هجمع الاول زائد القلم الثاني زائد القلم الثالث، لو انا طلع الناتج بتاعي زي ما هو فتل التكرار طلع عرض التكرار يطلع عندي 2 سنتي. المطلوب اللي بعده عرض القضيب، وعشان احدد عرض القضيب ايضا هقسم سعة حامل البقر على فتل الواحد سنتي، فبالتالي يديني عرض القضيب 5 سنتي. اعزائي الطلبة والطالبات، التسدية من الدروس المهمة جدا اللي موجودة في الخطة الزمنية في شهر 3، ان شاء الله يكون في اختبار في شهر 3. مطلوب من حضراتكم التركيز، قراءة المثال بشكل جيد وسليم. عندنا خدنا نوعين النهاردة، التسدية بالقضبان السادة والمقلمة. نتمنى ان شاء الله ان تكونوا حضراتكم استفدتوا من الحلقة. سعيد ان كنت مع حضراتكم، نتمنى ان احنا تكون حلقة كانت جميلة واستفدتوا بيها. نشكر كل فريق الاعداد على المجهود المبذول، وبكده نوصل لنهاية حلقة اليوم. اترككم في رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.